مساء الفل، اهلا بيكم في حلقه جديده من مثل خير ومن كنار. انا نهى محمد، والنهارده انا متحمسه جدا لانها اول حلقه في مسابقه موهوب العرب من كندا وامريكا. اكتر حاجه بحبها فينا كجاليه عربيه يعني بره البلاد العربيه هي اننا بنفضل موهوبين وبنفضل عندنا فن وبنفضل نجدد فيه ويبقى عندنا حاجه جديده نقدمها دايما ونقولها ونغنيها ونمثلها وكل حاجه. المسابقه فيها فئات مختلفه، منها الغنى، الموسيقى، التمثيل، الرسم، الشعر، الخطابة، الرياضة، وأي موهبة تانية ممكن تكونوا تيجي على بالكم. شكرا لكل الناس اللي دعمت المسابقة دي وعملت شير للإعلان على الفيسبوك وكل حتة على السوشيال ميديا عموما، وطبعا السبونسرز والرعاة اللي دعمونا ودعموا كمان قناة كنار. تابعونا على فيسبوك واليوتيوب بتاعنا كنار تي في لايف عشان تتابعوا المسابقة من أولها لآخرها وتشوفوا كل المشاركين في المسابقة والموهوبين وتعرفوا كل حاجة تحصل في المسابقة. أحب أقدم لكم النهاردة لجنة التحكيم بتاعتنا، أستاذ سامر كمال، هو رئيس الاتحاد العربي الكندي للرياضة، صاحب الميدالية البرونزية في الألعاب الأولمبية والعديد من الميداليات الدولية في التايكوندو. الاتحاد العربي الكندي للرياضة يهدف إلى دعم الرياضيين العرب في كندا من خلال العديد من البرامج والفعاليات والنشاطات الرياضية. مساء الفل أستاذ سامر. حضرتك I think أيوة. أهلا وسهلا، تشرفت فيكم. تشرفنا بحضرتك. سعيد إني أكون معاكم اليوم في هذا النشاط العظيم، يعني موهوب العرب مع كنار تي في، وإن شاء الله نشوف مواهب مميزة ونشوف منافسة كبيرة ونشاطات جميلة إن شاء الله. إن شاء الله. متوقع إيه في الفئة الرياضية في المسابقة دي ولا لسه؟ هو مع الكوفيد يعني مع الفيروس العدد الرياضيين المشاركين قليل جدا، لكن النشاطات الثانية شفت مشاركة واسعة، فبالعكس كلي حماس إني أتفرج وأشوف المستويات المميزة والمواهب المميزة لشبابنا وللبنات وللشباب وللكل. تمام، شكرا أستاذ سامر. كمان تاني شخص في لجنة التحكيم هو أستاذ محمد هارون، هو مدير فرقة تياترو العرب الكندية، وهو صحفي وفنان عربي كندي كتب ومثل في العديد من الأعمال الفنية في كندا وفي البلاد العربية. كمان فرقة تياترو العرب الكندية منظمة كندية غير ربحية تأسست سنة 2017 من مجموعة من الفنانين الكنديين من أصول عربية، وقدمت عدة أعمال مسرحية وأنشطة ثقافية ودورات وورشات مسرحية هدفها المساهمة في نشر الثقافة العربية في كندا من خلال المسرح. أستاذ محمد هارون، مساء الفل. مساء الورد على الناس الطيبين والوجوه الجميلة، الكباتن والفنانين والمذيعين والأشبال القادمين لمجتمعنا العربي الجميل القادم إن شاء الله، وسنفوز جميعا على هذا الوباء اللعين وننتصر عليه بتفاؤلنا وبحبنا لبعضنا إن شاء الله. شكرا أستاذ محمد. كمان ضيفتنا الثالثة هي إيمان التلمس، مؤسسة ورئيسة أكاديمية زيتونة للفنون التراثية وفرقة زيتونة للفنون الشعبية. تأسست زيتونة سنة 2015 وهي أكاديمية لتعليم الدبكة والفولكلور والتراث الشعبي لأبناء الجالية، وبتقدم برامج لجميع الأعمار ابتداء من سن 7 سنين، which أنا شايفة أنه سن صغير ودي حاجة كويسة. كمان قدمت زيتونة منذ تأسيسها عدد من العروض المسرحية الراقصة من خلال برامجها، تعمل زيتونة على تعزيز الشعور بالانتماء وبناء شخصية متوازنة وخلق بيئة تعزز قيمة العمل المشترك. مدام إيمان، مساء الفل. أنا مش سامع حضرتك. مساء الفل عليكم جميعا. وصل الصوت الآن؟ وصل الصوت. اهلا بحضرتك. مساء الخير، يشرفني وجودي معكم، وطبعا احنا مبسوطين نكون بهذه الظروف الاستثنائيه لسه قادرين نعمل انشطه فيها فن وفيها موتيفيشن للجاريه، فيسعدني وجودي معكم اليوم. تشرفنا بحضرتك. كمان ضيفتنا الرابعه هي زينه مصطفى سليم، فنانه تشكيليه حاصله على بكالوريوس في الفنون التشكيليه فرع الرسم، ده سنه 98 من جامعه بغداد بالعراق، ودبلوم عالي في الفنون التشكيليه سنه 94، واقامت 6 معارض شخصيه في كل من بغداد، مونتريال، وتورونتو، ومشاركات كمان قدمتها بمهرجانات ومعارض عربيه وعالميه اضافه الى احترافها الرسم، وكمان بتعمل ورش فنيه وكورسات لتعليم الرسم والنحت، يعني فنانه من مجاميعه. مساء الفل.
أهلا حبيبتي، مساء الفل على الكل، وإن شاء الله يا رب نكون خفيفين الظل والدم والكورونا على كل المشاهدين. الرسومات اللي وراكي دي انت اللي رسمها؟ آه طبعا، آه very nice، طبعا، حلوين قوي. شكرا. تشرفت زينة. كمان آخر عضو في لجنة التحكيم معانا النهاردة هو أستاذ وفاء الزغل، مدير وكمان شارك زوجته لميس عودة في تأسيس الأوركسترا الكندية العربية ومهرجان الموسيقى والفنون العربية وكمان المعهد الكندي العربي للموسيقى. وفاء مساء الفل. مساء الفل، اهلا يا نهى، سعيد بشوفتكم جميعا، كل عام وانتم بخير. طبعا كل التحية لجمهور تلفزيون كنار، للمتسابقين ولكل اللي بيتابعونا اليوم. سعيد انك نهى موجودة معنا، زمان انا ما شفتك ومشتاق لك، وكان المفروض يكون لنا لقاء بكالجاري من مظبوط، في فترة قبل ما يكون البانداميك، بس للأسف ما صارش نصيب. إن شاء الله بنشوف جمهورنا جميعا مرة تانية قريبا، وينتهي زي ما تفضل أستاذ محمد، ينتهي هذا الوباء ونقدر نسيطر عليه قريبا ونرجع لحياتنا الطبيعية. شكرا على الاستضافة. تشرفنا استاذ وفاء. انا اكتر حاجه ضايقتني في اول بانديميك ان الاوركسترا ما جاتش كالجري، ودي كان بالنسبه لي موضوع قاتل. الحمد لله على كل شيء. طيب انا احب كمان اقدم لكم اول مجموعه من المتسابقين اللي هنتعرف عليهم الليله. الكنترول لو سمحتوا، لو هننزل كومو تاني ولا ادخل على طول على المتسابقين؟ أنا متحمسة جدا لأن دي أول مسابقة من نوعها في أمريكا وكندا، وأول مسابقة يكون فيها أكتر من موهبة، يعني مش محددة بمثلا غنى بس أو تمثيل بس أو موهبة معينة، فدي حاجة بالنسبة لي مهمة جدا في المسابقة دي. أول متسابقة معانا النهاردة أنا مبسوطة جدا إنها معانا هي ريتا أبو راس، وهي ندخل. أهلا ريتا، عاملة إيه؟ السلام عليكم، أنا ريتا السلام. وعمري 10 سنين، وأنا من دولتين أونتاريو كندا. وإيه الموهبة اللي هتقدميها لنا النهاردة ريتا؟ اليوم راح أقدم لكم دبكة شمال. جميل. ريتا ممكن تحكي لنا شوية إمتى بدأتي تتعلمي دبكة وإيه اللي خلاكي تحبيها؟ أنا بحب الدبكة، والدبكة لازم نحاول نحافظ على تراثنا الفلسطيني، ولو نحن بعاد عن فلسطين دائما هنا بأدنى. جميل. وبقالك قد ايه بتتعلمي دبكة؟ السنة واحدة. نايس، حلو جميل. وحاسة نفسك تعملي ايه؟ نفسك تقدمي عروض بقى على مسرح وحاجات كده؟ نعم. اوكي جميل جميل. طيب انا ريتا هسيب لك المساحة تقدم لنا عرض الدبكة بتاعك النهاردة، اتفضلي. ترجمة
شكرا نجيتا، يا سلام. يعني الفيسبوك الكومنتس عليه مش هقول لك قد ايه الناس مبسوطه. ايمان، احكي لنا بما انك خبيره في الدبكه، احكي لنا لو في عندك اي تعليقات. Outstanding يا ريتا as usual. الجميل في ريتا مع انه السن كتير صغير، اهم شيء بالدبكه هو اتقان، يعني انسجام الاداء مع وحركات الجسم مع الايقاع، and being on the beat، والكون يعني تكون on the beat وcrisp move. فهي عندها هاي الابيليتي الجميله انها تعمل على الايقاع بالضبط، والموفز هي كريسب تماما. كمان بتلاقي كل إشي بجسمها بيضبك، مش بس إجريها إيديها عينيها، الفيشل إكسبرشنز بالكونفيدنس and keeping the eye contact مع الجمهور كتير كتير مهم، لأنه بيعطي كونفيدنس للرقصة. فطبعا أداء جميل جدا. طبعا وجود هاي إنه بحالة فردية وقدام الكاميرا لحالها بصراحة ما بيعطي دبكة، هي طبعاً عملت دبكة الدلعونة أو بنقول هي الشمالية على لحم الدلعونة، هي من أهم الدبكات الشعبية وما أعطاها حقها إنها لحالها، لأنه يا ريت أنا بتمنى لو كانت ريتا مع مجموعة كنت شفت جمال الأداء وجمال النهاية، فإن شاء الله يصح لها. ريتا just عشان ما أخذ من وقتكم، she's gonna be a great dancer, she's gonna be an outstanding performer for sure. She will be on stage a lot إن شاء الله. وأنا كمان متوقعة كده. زينة، أنا شايفاكي طول ال performance كنت بتبتسمي، قولينا رأيك ولو عندك أي تعليقات. طبعا أنا مو من فلسطين، بس طبعا كنا عندنا هاي المعلومات بسيطة عن الدبكة، بس احترمت كثير إنه هي جدتي قبل الكل، وعندها ثقة بنفسها عالية، وأدت مع العلم وحدها بدون أي سبورت، ماكو راقص معاها بس على الإيقاع مضبوط، وأمتعتنا يعني بهاي الثواني واللحظات، كتير استمتعت. برافو حبيبتي ريتا. برافو ريتا، احنا استمتعنا جدا، والناس على الفيسبوك فعلا الكومنتس عماله تيجي ورا بعضها تقول هاي الجميل المظبوط هو ده. شكرا ريتا. طيب تاني متسابق معانا النهارده هيقدم موهبه فن الرسم، وكمان هو برضه عمره صغير. فهد صبيحه منضم إلينا. فهد، ممكن ندخل فهد لو سمحتوا؟ تعال يا فهد. فين فهد؟ طيب لحد ما فهد يجي خلوني أسأل. طيب ريتا كم سؤال؟ ريتا ها خلت ترقص ريتا بين ما يجي بتدينا حاجه كمان. معلش بطلعنا نحكي، احنا بتخيل على عندك لو نص دقيقه على اذا تسمحي لنا. اتفضل. يعني انا او زملائي طبعا، اول شيء انا بدي كثير مبسوط من ريتا، وانا بدي احيي الفاميلي تبع عائلتها، ابوها وامه الها، لانه هذول الناس حافظوا على هذه الصبية الصغيرة في أجواء بعيدة عن فلسطين آلاف الأميال، بهذا اللباس الفلكلوري الجميل، بالحس الوطني الفلكلوري الشرقي الفلسطيني العربي. طبعا أنا الكلام اللي حكته زميلتنا إيمان هو البرفكت في الموضوع، لكن أنا بحكي بشكل عام إنه شكرا لأسرة ريتا التي استطاعت تحويل هذا البعد وهذه الغربة. انعشتنا بالدفء رغم البرد، ورفعت معنوياتنا برغم الوباء. شكرا ريتا. شكرا شكرا استاذ محمد. حد تاني يحب يقول اي تعليق قبل ما ندخل على المتسابق التاني؟ انا بس بدي اسال ريتا، 10 عمرها 10 سنوات مزبوط؟ 7 وإلها سنه بتتعلم دبكه مزبوط؟ مزبوط 10 سنوات وإلها سنه. 10 سنوات. ريتا موجودة معنا كنترول؟ بعتقد سابتنا خلاص دلوقتي.
يعني بشكل عام أداءها جميل جدا. أنا بس كان عندي تعليق على المونوتون، كنت بتوقع أنه أشوف حركات منوعة في أجزاء تانية من ال... يعني كان في تكرار لنفس الحركات، كنت بحب أشوف أكثر. بعرف أنه سنة مش فترة طويلة، وفعلا زي ما تفضلت زميلتي إيمان، التزام ريتا بالريذم هو شيء أساسي من أساسيات الدبكة. خفة الحركة على المسرح والقفز وتحريك الرجل والأكومبانمنت مع حركة الأيادي كتير جميل. بس لا فيك، أنا يمكن شوي دائماً بتطلع لكرياتيفتي أعلى من المتسابقين الموجودين. طبعاً أكيد المجهود اللي قدم مجهود رائع وأداء جميل من طفلة بهذا العمر، لكن الحقيقة من تجربتي مع الشغل مع الأطفال لأكثر من 20 سنة، يمكن إحنا ككبار منقلل من توقعاتنا من إيش ممكن يطلع منهم. حقيقة في عمر 10 سنوات أنا بتوقع كرياتيفيتي أعلى، بتوقع أنه تغيير في نمط الحركات أكثر، إنما أداء جميل، التزام بالريذم، مرافقة رائعة. بتمنى لها التوفيق وإنه نشوف شيء جديد بالمراحل التالية. هي ملاحظة واحدة إنه بعض الحركات هي أصلاً بتكون جروب، يعني الدلعونة مفروض يكونوا مجموعة وبيلفوا فيها مرتين، نفس الشيء الدرزة والشمالية. ففي مقاطع كتير لأن هي في مكانها ومع الكوفيد doing it in spot فإتس ريبيتيتيف. بالأداء الأساسي هي بتكون مجموعة كبيرة وبيلفوا فيها وبتكون فيها حركة أكتر بكتير. بس هي إتس فاليد، الوجود الفردي versus الجماعي بيحكم أحياناً كتير إيش ممكن يقدموا. جميل. طيب تعالوا نشوف متسابق التاني، هو فهد صبيحة، فنان رسم. فهد معنا؟ يلا يا فهد. اهلا فهد، ازيك عامل ايه؟ كويس الحمد لله. احكي لنا عمرك كم سنه؟ انا اسمي فهد، انا عندي 11 سنه، انا في جريد 6 وموهبتي الجيمناستكس والدروينج، بس عشان الكورونا انا ما كنتش عارف ان انا اروح الجيمناستكس، فاتعلمت الدروينج عشان اعمله في الكورونا فيروس. انت بدأت تتعلم لما الكورونا فيروس حصل؟ لا انا كنت برضه برسم من زمان. انا كنت برسم من زمان برضه. اوكي. فانا انا هوريكم شويه من الرسومات بتاعتي. ده بيرد انا هوريكم. وهوريكم ده سيرفن. و دراجون نايس. و الديناصور. اوه طالع من بقه حاجة؟ اي طالع من بقه ايه؟ نار؟ ليزر. اوكي ليزر. فهد انت هاي الصور، فهد can I ask you a question؟ Draw these pictures from your imagination, من خيالك، ولا you put the picture you copy it. How you do that? شوية وشوية. يعني realistic ego. بدا blue jay. وال painting بقى اللي عملته بال paint. دي عربية تروك جواها شجرة كريسمس، مظبوط؟ أيوة. اوكي. جميل قوي. فهد انت هتكسم لنا حاجة النهاردة؟ أيوة أنا أرسم لكم حاجة بسرعة.
I'm sorry, some local bird. Okay. واو برافو يا فهد، برافو برافو، نايس دروينج. شكرا فهد. زينة، بما انك خبيرة الرسم احكي لنا الفيدباك بتاعك ايه. طبعا عندي كم سؤال لك فهد حبيبي. اول شيء انه انت من اي عمر بديت ترسم ريل ارت، يعني بديت انه تحس نفسك بدأت موهبتك تبين؟ 9. وهلا انت قدي عمرك؟ 11. وتعمل براكتس افري داي؟ ايوه. حلو. طبعا انا عجبني كثير اللايف، لما شفت خطوطك نظيفة بدون ما تحتاج تعيد على الخط مرة ثانية ب one line رسمت outline which is very good يعني for يعني boy like your age. بس أنا حابة بس ملاحظة أنطيك إنه بالمستقبل حط البيرد in subject، لا ترسم مثلاً only dinosaur or only thing but حطها in يعني بستوري، يعني سوي موضوع، سوي ثيمة، سوي build something، يعني سوي سما، سوي art، سوي related to مثلا اكو story between هو هذا الشيء مع something else وياه، خلي يصير بي فد نوع من conversation حتى يصير اكثر ممتع واكثر interesting. اوكي okay. اوكي okay. واكثر تشالنج لك لانه انت من تشتغل تو شيب راح تبدي تفكر بالسايز وش بيتر البرسنتج، هذا كبرى مثلا اذا بوي شايل بيرد على كتفه او طفله بتلعب قطه او هيك شيء. فهمتني حبيبي؟ هذه شوي يصعد عندك ليفل بالايماجينيشن اكثر. أوكي. بس برافو يعني كبداية إنه أنت هسه سويت لنا لايف أوتلاين كلش حبيته، برافو حبيبي بالتوفيق. شكرا. برافو فهد. زينة، ممكن ينمي موهبته إزاي؟ يشوف صور كثير، يعني يشوف صور رسامين بالنسبة لعمره، لأنه هسه الأنيميشن يدرب أكثر من الرياليستيك، لأنه من يروح على الكارتون
الخطوط واضحة بي أكثر، يقدر يحاول إنه صور فوتوغراف يوظفها هو مثلاً، إذا أنا شفته لاحظت يحب يرسم حيوانات ومخلوقات أسطورية وديناصور وهان، فممكن في كثير كرتونات مختصة بهيك شيء، ممكن أكثر ترسم حتى تغير الحركة، يعني ترسم أكثر من movement أو تسوي story يعني board story يعني حتى تحرك الفكر وتعمل قصة يعني سيري مش بس يعني action، حتى تقوي عندك هذه همنا التدريبات تقوم تقوي عندك line أكثر وتقوم تقدر تتحكم بالشكل وارسم إنسان، الإنسان human being، حتى نسب الإنسان إذا تضبطها لأنه من أصعب المخلوقات بالرسم هو والحصان. أنا برسم figures برضو. حلو. تعلم تقربه أكثر، سوي زوم إن، ارسم الفيس واحدة. في كثير باليوتيوب أكو طرق رسم الفيس. حتى من أكثر من جهة، ارسم الإيد لحالها، ارسم الأنف لحالها، وبعدين من تبدي تتمكن منهم ابدي تعلم شلون تضيف الشادو وشلون تدرس study light والشادو حتى انه تقدر تسوي 3D الفورم أكثر تطلع أحلى عندك نتائج، وإن شاء الله نشوفك على المراحل الجاية ونعطيك بعد ملاحظة. شكرا زينة. أستاذ سامر ما سمعناش من حضرتك، حضرتك تحب تعلق على فهد؟ طبعا طبعا. أول شيء أنا قلت استنى أخذ الفرصة، ما بحبش أدخل يعني ذوقا، بس لكن أنا فهد عجبني كتير الهدوء والتركيز تبعه، عنده هدوء وتركيز عالي، وكيف قدم نفسه يعني طريقة تقديم نفسه، يعني أنا مش فنان أعرف مثل الأخت هون اللي متخصصة بالفن، لكن أنا بتطلع على الشخصية، بتطلع على الأداء، بتطلع على كيف هو تحرك مع نفسه مع موهبته. وعجبني كمان إنه هو أصلاً لاعب جيمناستيك كمان أيضاً، فهذا خلاني إني أميل عاطفياً لإله وشجعه أكثر، فأعطيك علامات زيادة لأنك تلعب رياضة، لأن الرياضة مهمة جداً كمان مع الإشي الثاني اللي كمان اللي عجبني كيف طريقة البرزنتيشن، يعني محضر حاله، جايب الدفتر، يعني عامل مجهود، فأنا بتوقع إنه هو مش بس فقط هو حيكون له مستقبل في الرسم، أنا أجد إنه له مستقبل كمان في حياته العملية في المستقبل، لأنه من تنظيمه من طريقة how to carry himself it shows that كيف هو له طريقة أدائه وطريقة تفاعله ببين إيش هو كشخص، فأنا فخور فيك كتير وكل التوفيق، كل التوفيق. شكرا. حكمنا في حد تاني يحب يعلق قبل ما ننتقل للموهوب اللي معانا بعد كده؟ لي أنا بس طلب من صديقي فهد، أنا أكد كلام كابتن سامر كمان إنه الفنانين فوضويين، بس هو منظم طلع مرتب كل شيء يعني دقيق، فهذه صفة من واحد مش مخدم مثل مخدم واحد رياضي او يعني ما شاء الله عليك. بس بدي اطلب منك فهد شغله، الكلام اللي حكته زينه طبعا ما يعني بنزيد عليه، بس شغله صغيره، حاول دائما تسال الفنانين الكبار، يعني مش غلط لو رحت عملت دوره مثلا، رحت سالت اذا ما فيش دورات ممكن تسال زينه نفسها هي بتدي لك وين تروح، يعني التطوير هذا لا يعتمد على النفس فقط، بدك ارشاد، عارف كيف؟ حاول يعني طبعا اسرتك معك، احنا معك، احنا بالجريده اذا بتحب ابعث لنا احنا بنساعدك شو ممكن تساوي. انا في وراي لوحه بتطلع بالكاميرا بنت صغيره رسمتها عن عيون، زي ما حكيت لك زي عين ركزت في عيون الوجه، فانا حطيتها عندي عشان ارفع معنوياتها، لذيذه يعني بسيطه عند الفنانين، لكن هي فكره احنا بنحاول نساعدها، احنا بالجرائد وبالاعلام ايش بدك احنا بنساعدك، واسال المختصين عشان تتطور بسرعه. ثانك يو. شكرا شكرا. طيب ننتقل للموهوب الثالث معانا.
رجعنا لكم مرة كمان، ومعانا موهوب كمان تالت النهاردة في الحلقة، محمد ناصر. هو مغني، أنا شخصياً قابلته. محمد كان إيه، من سنتين بعتقد؟ مظبوط. الميكروفون بتاعك مقفول، لو سمحت افتحه. احكي لنا امتى بدأت تغني، لو عايز تقول لنا عمرك قد ايه براحتك. انا اكيد اكيد طبعا مساء الخير للجميع، بحب انه انا احيي الكل معنا، وبحب كمان انه انا اسلم عليكم، فما بدي احكي انا بفصحى كثير، فراح احكي هيك يعني. ايوه. انا عمري 26 سنه، من سوريا. انا غنيت بعمر تقريبا 15 كان عمري، بلشت بالعود بعمر اقل من هيك، يعني عمري كان 12 13 تقريبا، بلشت بالغناء بعمر 15، فبلشت بال انه انا اطلع يعني قدام الجمهور، طبعا انه انا اقدم حفلات بعمر 16 17، يعني انا جديد مش يعني قديم. واليوم حنسمعكم شيء ان شاء الله هيك انه يعجبكم يعني. طيب يلا يلا. يا عين يا عين يا ليلي يا ليل، قالوا تسلى عن المحبوب، قلت بمن كيف التسلي وبالأحشاء نيران. قالوا تسلى عن المحبوب، قلت بمن كيف التسلي وبالأحشاء نيران، وشارب الخمر يصحو بعد سكراته، طول العمر سكران. يا يا ليل يا ليل عيني، يا ليل ليلي يا ليلي يا ليل. يا مال الشام يلا يا مالي، طال المطال يا حل وتعالي. يا مال الشام يلا يا مالي، طال المطال يا حل وتعالي. وعدتيني عهدتيني، وعدتيني عهدتيني،
ما تنسيني ولا بنساكي مهما تغيبي سنين وليالي يا مال الشام ويلا يا مالي طال المطال يا حلوة تعالي 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 تعالي. أمان 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 يا حبيبي. عم سرى طيف من أهواه فأرقني والحب يعتري ظل الذات بالألم. عم سرى طيف من أهواه فأرقن والحب يعتري ظل الذات بالألم. يا سكني بقلبي لا 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 يا ساكنين يا لي لا لي يا يا لي يا عين يا ليني يا ليني يا عين يا عين يا ليل يا ليل يا ليل يا عين يا عين يا ليل يا ليل يا حبيبي. سلامتكم. على الفيسبوك في حد قال تعليق بالنسبة لي ده بيلخص الموضوع، قال هذا فنان. يا رب. أستاذ وفا رأيك إيه في حضرتك سمعته؟ والله محمد يعطيك العافية، صوت جميل، إمكانيات قوية، انتقالاتك بين الطبقات الصوتية انتقالات سلسة، عرب فيها يعني نظافة، في ذوق في اختيار التحويلات والتفاصيل اللي احنا بنسميها زخارف على اللحن. اختيارك للمقطوعة اختيار موفق لأنه بيناسب طبقة صوتك، وصعودك في الطبقات العالية كان مريح، شعرت انك انت متمكن من صوتك. في بعض الأحيان شعرت انه في شويه ازاحات في بعض المحلات على بعض النغمات، لكن قد يكون كمان انه نحن عم نعقد اللقاء هون على الاونلاين، فلا لابد له في تاثير بهذا الاتجاه. لكن بشكل عام انا اجد انه فيك الموهبه والامكانيات. شيء اخر بحب اسلط الضوء عليه انه بشكل عام المرافقه مع آلة موسيقيه والعزف أثناء الغناء هي ليست بالشيء السهل حقيقة، لكن أيضا لحتى الواحد كمان يكون عادل هي بتسهل على المغني. فبالتالي يعني قد تكون شهادتي مجروحة فيك الآن لأني ما سمعتك بدون مرافقة. بالنسبة لي أنا بحب أقيم الفنان بدون ما أسمع معه آلة، لأنه الآلة كتير بتساعد على تغطية على كتير من المشاكل إن كان. معلش معلش بدي أقطعك بهالشغل، أنا حابب سمعك شيء فالت بدون شيء نهائيا. هاي العود حط لك إياه هون، فحاطك موال في حدود دقيقة تقريبا عشان الوقت. أوكي حاطك موال هالشيء على الماشي يعني.
آه هليلي ضربني الدهر بكف وتعلم عخدي وقال يا جاهل تعلم ضربني الدهر بكف وتعلم عخدي وقال يا جاهل تعلم لك صرت لملم شقاك هالعمري تعلم لك صرت لملم شقاك عمري تعلم حني ظهري وشعر راسي شاي يا بن يا حبيبي. شكرا. جميل الله يعطيك العافية. لازلت كمان مرة ثانية. لازلت بقول إنه الموهبة اللي عندك موهبة رائعة جميلة عندك قدرات عالية لكن أثبت لي حقيقة إنه بدون العود بيكون في نوع من الضعف بالأداء يعني في مشاكل في الانتونيشن كانت موجودة لما غنيت بشكل منفرد بدون الآلة which is not a big issue أنا مش عم بقول إنه هذا بيعطل بس أنا بحكي دائما وجود الآلة بيغطي على بعض التفاصيل لكن ما زلت عند كلامي موهبة جيدة اختيارك للتفاصيل العرب كنت عندي سؤال هل أنت دارس الموسيقى محمد بأي شكل؟ لا أنا ما درست موسيقى بس يعني أنا كنت فيك تقول أنني أفرغ وقت مثلا وقت يعني بالساعات طبعا الطويلة أنه أنا أتدرب حساني بصراحة لا يعني أنني أخفيك أنه ما كنت أعرف أنا شو الموسيقى يعني أنا كنت بجوز بس بدي غني فما أنا بعدين اكتشفت أنه الشغلة طلعت أبعد من أنه أنا مثل ما أنا متصور الشغلة بعيدة كثير عن يعني أنه أنا هذا فأخذت وقت طويل باليوم كنت أخذ تقريبا 8 ساعات طبعا معلش بدي أزيدك كمان أنا بعزف جيتار مع عود مع دربك مع عود فأنا بعزف تقريبا بالنهاية يعني 4 آلات سؤالي لك يا محمد درست الجانب النظري في الموسيقى يعني هل تعرف المقامات اللي أنت تقلت لها الآن بين من مقام الرأس لما بلشت في أكيد مقامات رأس حجاز بيات بعدين رجعت أنا عنها وانت أكيد بالعلامات طبعاً مش كمان بالمقامات بدأنا بس نتزين في الوقت شوية فعايز أسمع من حكم كمان إيناس رأيك إيه؟ إيمان إيمان أنا صراحة أنا عجبني الموال أكثر من يعني استمتعت وأخذ بالموال أكثر من الأداء الأولاني طبعاً في أحياناً أشياء يمكن ما بعرف بسبب الإنترنت أو إنه هي محتاج النقلات يشتغل عليها شوي بس الموال كان جميل جداً أنا يعني حاسة إنه هو كان أداؤه أفضل لما كان مركز على الغناء من ما يكون مع آلة موسيقية بالنسبة لي يعني الموال فرق معي كتير جميل شكراً محمد جداً على وقتك ومجهودك طيب تعالوا ندخل على المتسابق الأخير معنا النهاردة هو محمد مسالخي وهو ممثل مساء الخير محمد محمد احنا مش شايفينك مساء النور ايوه بدانا نشوفك مساء الخير ايه الاخبار اوكي تمام الحمد لله طيب احكي لنا هتقدم لنا ايه النهارده وبقالك قد ايه بتمثل هلا انا كنت ممثل بايام الجامعه مثلت خلال 5 سنوات اللي درست فيها بجامعه بسوريا وبعدين من لما اجيت لهون ما مثلت نهائيا يعني عملت كذا فيلم قصير خلال فتره دراستي بالجامعه بعتقد الخط قطع طيب نحاول ندخل محمد تاني البرنامج بس انا مش سامع اي حد فيكم انا هل تسمعوني انا موجود الو سامعك كنا تمام بس استنى محمد
اوكي سو فانا كنت اعمل تمثيل خلال ايام الجامعه خلال دراستي بالجامعه خلال 5 سنين بعدين لما جيت لهون وقفت ما عملت اي شيء حاولت ارجع اكمل بس بعدين ما عاد اجى ظبط الظرف اني اكمل بهذا المجال. طيب هتقدم لنا ايه النهارده؟ هو عباره عن مشهد تمثيل صغير. طبعا انا كان بودي اعمل شيء اكثر بس انا للاسف انا عامل كان عندي كورونا لسه هلا ما خلص ساعتني قاعد بالغرفه جوا يعني فيعني كان الوضع شوي صعب بالايام الماضيه فالحمد لله هلا احسن بس يعني ان شاء الله يكون المشهد اللي انا كنت مفكر فيه انه يطلع ظابط هلا بس يعني ماشي الحال. يلا اوكي اللي من امبارح محاول اثبت معهم يعلق الخط بدي ارجع اجرب مره ثانيه لحظه I think I'll left. الو ماما ماما اللي من امبارح محاول اتصل فيكي ليش ما حدا عم يرد؟ طب ماما بليز انا ما بحسن قلت لك من الاول خليك عم تحكي معي. طيب انت ليش في ضجه حواليكي؟ شو ليش شو بابا بعتقد الانترنت عنده يمكن بطيئه شويه هنحاول ندخله تاني احنا تقريبا فاضل 10 دقايق فاتمنى ان احنا نلحق. هل عندي سؤال ومن اي مدينه بحكي؟ سوري ما حكى من اي مدينه بحكي. انا اسف بس ما بعرف ايش عم يقطع من عم يقول لي انه السيستم بيحمل اكثر من 10 وتكيك مي اوت. استاذ محمد بيسال مدينة بتحكي لنا. نعم من اي مدينه؟ انا عم بحكي من الكمبيوتر تبعي. اوكي بس من اي مدينه؟ تورنتو باوتاوا بمونتريال؟ لا انا انا بميشيغان. ميشيغان اوكي قريب يعني مشكله. تفضل. طيب معلش محمد هنطلب منك تعيد تاني او يعني تورينا برضو عشان الخط قطع. طيب خلص ولا يهمك اكيد 100%. طيب هلا الو ماما ليش ما عم تردي لي؟ من امبارح بحاول اتصل فيكي. طب ليش في ضجه حواليكي؟ طيب شو ليش يا بابا؟ لك يا ماما طب ليش ما خبرتيني؟ لك يا ماما انا تعبت هون لحالي خلص. لك خسرت اخي عمر من فتره وهلا بابا تعبان. طيب بدي ارجع على البلد بدي اقعد معكم. شو فائده عيشتي هون وانا بلا اهل؟ يا ماما انا جيت لهم عشان تجوا معي مو مشان اضل عايش لحالي. ماما اشتقت للبلد، اشتقت لامشي بالبلد، اشتقت بحارات البلد. طيب يا ابي طب انا شو اعمل؟ والله ما عاد احسن كمل كمان. امي خليني اجي لعندكم. طيب خليني احكي بس مع بابا. الله يوفقك بس كلمة. بابا حبيبي كيفك؟
أبا الله يوفقك، استناني بدي أرجع أشوفك. يرجع أروح معك، يمشي أنا وياك. بابا بابا والله اشتقت لك، اشتقت للبلد كلها. بحبك بابا. موطني موطني الجلال والكمال والسناء والبهاء في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك. شكرا. شكرا محمد. شكرا محمد. أستاذ محمد هارون رأيك إيه؟ إحنا مش سامعين حضرتك. أوكي هيك؟ هيك كويس. تمام. أوكي. شكرا محمد، أبدعت. الأم سامعينك. كيف؟ سامعين؟ أوكي. محمد سامعني المهم. أبدعت. هلا الظرف اللي احنا بنشتغل فيه ما صار، يعني معنى احنا لا شفنا ممثل بكاميرات معينه، بمعنى انه انا ما شفتش وجهك بكل الاتجاهات، يعني ما فيش كاميرات تلفزيون ولا كاميرات سينما ولا شفتك في المسرح، فهي اول مره بنشوف حاله نحكم عليها او نتعامل معها، مش انا بس يعني كل حتى يعني تعاون الموسيقى الاخ وفاء والزملاء التانيين عانوا من مسألة التكنولوجيا والتصفير والنت والى اخره، حتى انت محمد عانيت من المشكله في البدايه. بس انا بدي احكي بشكل عام، يعني بعيدا عن هذه المشاكل قد تكون مرافقه لحلقاتنا القادمه، لانه مش بايدنا هذا الكلام، وان شاء الله ليتر اون بنصير نعمل على المسرح او في قاعه او يعني زي الناس التانيين اللي عندهم الامكانيات بدون الوباء اللي علينا. محمد اول شيء اختيارك للموضوع ممتاز، يعني انا مش ما اسمع، يعني انا فتحت نجرح، احنا كليتنا بهذا الهم. قد يكون انت بتحكي عن وضعك انت حتى، يعني جزء انت كمان وضعك في سوريا، مقترب عن اهلك قاعد في امريكا، هذا اختيارك موضوع كثير مهم، هذا يعني بيعمل لك بيقرب الناس للشخصيه، يعني تقمصك للشخصيه مش جاي انت بتتقمص شخصيه هولاكو، عم تتقمص شخصيه واحد مغترب عربي سوري في امريكا، يعني الشخصيه انت ما رحت تعمقت كثير، انت اخذت شيء جاهز، بالتالي التقمص عندك 10 على 10، ما اخذت شيء محترم. الشيء الثاني اللي هو الكاريزما، الكاريزما تدمرت للاسف من من التكنولوجيا، يعني انا ما شفت ما لميتني لانه مش قادر اشوف الا جهه معينه او وجهه، انا ما بقدر احكم الا لما طبعا انا كممثل سابق و الى حد ما محترف بحب اشوف الممثل على المسرح من كل الزوايا او بالكاميرا العاديه، انا بشوف الممثل بشوف اكثر فيه. لكن انت بثلاث دقائق او شوي اكثر كنت ممتاز، يعطيك العافيه، صوتك كان واضح، بس زي ما قلت لك المشكله بس بالتكنولوجيا، اما انت ادائك الفكره التقمص الكاريزما عندك كثير حلو. وبالنهايه شو حسوا الناس معك؟ هل حسوا انه احنا عرب مغتربين بنعاني من مشاكل منها ابتعاد عن اهلنا؟ هذا احنا الاساس في الموضوع كله. شكرا لك. شكرا استاذ محمد. استاذ سامر راي حضرتك ايه؟ حضرتك على ميوت. زي ما حكى الأستاذ محمد هارون، أستاذ محمد هارون مختص وعنده خبرة عالية في هذا المجال، لكن بشكل عام الأداء كان مميز، عجبني اختياره للموضوع، كان فعلا ربطنا معه، يعني هو يتكلم كنا إحنا مشدودين معه. للأسف زي ما حكى الأستاذ محمد التكنولوجيا ما كانتش مساعدة، الإنترنت ما كانتش مساعد، لكن كنا مشدودين خلال التمثيل، فهذا يدل على نجاح الأداء، فالله يعطيك العافية وكل التوفيق إن شاء الله. شكراً. عايزة لو أي حد من الحكام تاني عنده كلمة أخيرة. زينة تفضلي. مرحبا. طبعا انا راح انطي رايي كمتذوق مو كبروفيشنال بالتمثيل. طبعا التقمص
لأنه إنسان يختار شخصية غير شخصيته، مو يتقمص شخصيته. أنا كنت أتمنى أنه أشوف دور بي أكثر تشالنج، يطلع من نفسه ويدخل بشخصية أخرى حتى يراوينا مهارته، لأن هو هسه مثل ما تفضل أستاذ محمد كان واقعي، لأنه هو مثل دوره بالحياة. أنا آسف على مقاطعتك، أنا آسف على مقاطعتك، بس أنا ما عم بتقمص شخصيتي، هي ما له شخصيتي، أنا عم بتقمص شخصية. هو التمثيل، التمثيل تقمص. I know، بس هي ما الحالة تبعي، أنا عم باخد حالة حدا بعرفه. أوكي. هي الفكرة. أوكي. يعني محمد إحنا مش قصدنا يعني يعني مثلاً تتعمل أنا هلا أجي أعمل واحد سوري مغترب، هذا تقمص واقعي قريب، يعني مش أنا شخصياً سير معي، يمكن صار ما صاحبي. هلا لو جينا عملنا مثلاً هولاكو صلاح الدين أو الآخره، بدأ شغل زي ما رزينا، بدأ شغل كتير، بس إحنا زي ما قلت لك البداية إحنا الظرف اللي إحنا فيه صعب. يعني أنت صح. أنا بأدعو على فكرة أخذوها في شغل كتير مهمة، أجاني التليفون مسج صغير بيسألوني هل الحلقات بس للصغار ولا؟ فتفاجأنا، أنا ما انتبهت إنه الحلقات هذه بالبرنامج هذا يجب أن نشير إلى إنه الكبار والصغار، ستات رجال كبار للكل، وإن كان هذا موجود في الإعلان بس نأكد عليه إنه إحنا مش لما شافوا الولدين في البداية اعتقدوا الناس إنه هذا بس للصغار، لا حقيقة هو للصغار والكبار، ورياضة، فن، ثقافة، تمثيل، شعر، يعني يا ريت تأكدوا على هذا الكلام. محمد أبدأ حتى ما ندخل على وقت الآخرين. طبعاً أنا تفاجأت، هي هم كمان كنت أعتقد بس الأطفال، لما غنى الأخ محمد ناصر رفع مستوى التشالنج إلى بروفيشنال آرتست. So يعني من بدأت فقرة الغناء بدأ صار الموضوع مش مواهب، يعني مع احترام للكل، وإن شاء الله موفقين يا رب، وإن شاء الله نشوفك بدور أكثر بتشالنج حلو أديت، ويعني لمستنا من الداخل، بس كنت أحب إنه تجازف بشي أكثر بكرياتيف. Thank you. إن شاء الله في المرحلة الجاية إن شاء الله. يعني عايزة أشكرك جداً محمد، وعايزة أشكر كل الحكام بتوعنا، إحنا تقريباً خلاص قربنا يعني بح نفركش النهاردة. عايزة أشكركم جداً 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 حكامنا ومتسابقينا، خلوني أقول أسامي كلها عشان الناس اللي بتتفرج علينا يبقوا عارفين. شكراً لأستاذ سامر كمال رئيس الاتحاد العربي الكندي للرياضة، أستاذ محمد هارون مدير فرقة تياترو العرب الكندية، إيمان تلمس مؤسسة ورئيسة أكاديمية زيتونة للفنون التراثية، زينة مصطفى سليم فنانة تشكيلية، وكمان وفاء الزغل مدير ومؤسس الأوركسترا الكندية العربية، وكمان كانوا معنا المتسابقين ريتا أبو راس في الدبكة، وفهد صبيحة في الفن وفن الرسم، وكمان محمد ناصر في الغنى، ومحمد مسلخي في التمثيل. أشكركم جدا 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 ضيوفنا. كلمة أخيرة قبل ما نقول تصبحوا على خير، أستاذ وفاء تفضل. يعطيكم العافية، مشاركات جيدة وبداية موفقة، إن شاء الله يكون المراحل والحلقات الجاي يكون في عنا كمان ناس ترفع من مستوى التحدي بين المتسابقين، ونشوف مواهب أقوى وتعكس قدرة مجتمعنا العربي الفنية على كل الأصعدة وكل المجالات. شكراً. أستاذة إيمان تفضلي. شكراً على هاي التجربة الجميلة، وطبعاً إن شاء الله نحن بنطلع للحلقات القادمة ولمشاركين أكثر، وكأول مرة وبالظروف الاستثنائية اللي إحنا فيها إن شاء الله بداية تكون موفقة بإذن الله. شكراً. أستاذ محمد تفضل. أنا بدي أشكر الناس اللي خلف الكاميرات، الأستاذ التميمي، الدكتور جمال، يعني ناس هذول تعبوا كتير، أنا يعني إحنا عارفين هذا الحكي صار كذا مع كذا يوم مش متابع معهم. شكرا لهم، شكرا لتلفزيون كنار، هذه المغادرة الجميلة اللي بترفع من معنويات الناس، بتخلي الأطفال يشاركوا. إحنا زي ما تفضل وفاء وإيمان، إحنا في البداية، إن شاء الله في الأيام القادمة القادم أجمل بالتأكيد. شكرا. شكرا. أستاذ سامي تفضل. شكرا أختنا، شكرا للحكام جميعا وللمتسابقين، كانت سهرة جميلة مع الجميع. أنا شخصيا استمتعت في الأداء تبع جميع المشاركين. طبعا ما بننسى أنه في هناك تقييم أيضا، مش فقط للحكام، هناك تقييم أيضا للجمهور،
فحيكون في فرصه للمشاهدين انه برضه يعطوا تقييمهم، فكل واحد برضه يكون جاهز للمستقبل حتى يعطي التقييم، حتى نكون منصفين مع المشاركين. شكرا استاذه زينه، تفضلي. طبعا اشكر الجميع واخص بالذكر حضرتك، لانه كان بشاشتك ودفئك واحتوائك حتى للاخطاء اللي صارت كاول حلقه، برافو. واحييكم كلكم، فرصه جميله واكثر من رائعه انه التقي بهيك كادر رائع وجميل ومختلف المواهب والنشاطات. وهذه طبعا تعقيبا على استاذ محمد، مش بس للاطفال، هذه صارت اكثر جديه وبروفيشنال. يعني اتمنى التوفيق للكل، واتمنى كل واحد يقدم اجمل ما عنده، يعني لا يستهين بها، ترى احنا حكام شويه صعبين. التقييم زي ما كان شفتوا على الشاشة هو للجمهور كمان، لحكامنا ولجمهورنا، وهيكون التصويت مفتوح بعد الأسبوع الرابع. شكرا للمتسابقين، وشكرا للحكام، وشكرا لمشاهدينا. عشان تشوفوا باقي الموهوبين وتتابعوا مسابقتنا أكتر، تابعونا على صفحة كنار لايف، كنار تي في لايف على اليوتيوب والفيسبوك. أشكركم، كنت معاكم نهى محمد في مسا الخير من كنار. تصبحوا على خير، شكرا للجميع.